صنعاء اليوم عدا عن وجود الحوثي فيها يواجه سكانها السلب عنوة لأراضيهم وممتلكاتهم، ولكن هذه المرة المدعو المكنى أبو حيدر الجحاف من أكثر الأسامي المتداولة في الآونة الأخيرة، وتناوله المواطنون على محمل الظلم والمعاناة التي واجهوها من الجحاف المسنود من قيادات الميليشيات الحوثية، والتي تعتبر كل ما في الدولة ملك حر لها منذ انقلابها على البلاد في عام 2014، حيث تعاني الفئة البسيطة من تهميش ونهش لممتلكاتها حتى أن أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن أبسط حقوقهم. وهنا البعض ممن ضاق بهم العيش وخرجوا على أصواتهم تصل. أنا مشتري معي وثائق، معي بصائر. تعال يشكلوا ناس متقين الله يجوا ينظروا وثائق الناس، لو ما معانش وثائق اخرجونا من اليمن، لا تخرجوناش من الجمعية الخمسين، خرجونا من الجمهورية اليمنية، احنا يمنيين اتقوا الله. احنا ايش نعرف في الجمهورية اليمنية؟ هذا في نظام وقانون يحمي المواطن، يحمي حقوق المواطن. احنا جمعيتنا صحيحة سليمة ولا فيها اي مشكلة، طلعنا تقارير من كافة جهات الدولة، مصرحة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من الهيئة العامة للأراضي، مخططة معمدة من كل مكان. لا نفع مع أبو حيدر جحاف ولا لجان عسكري، لا نظام ولا قانون، ولا هم معترفين به. التعاطي مع الأمور باستهتار ولا مبالاة من قبل من يدعون بأنهم حكومة وأنهم أهل لهذا الشعب المكلوم دفع ضريبته أطفال قد سبق وطالب والدهم بالموافقة على بناء الجدار الداعم لإسناد جدار بيته ليلاقي ثلاثة من أطفاله حتفهم بلا أي ذنب يذكر، فذنبهم الوحيد أنهم من سكان صنعاء تلك العاصمة المسروقة. هذا جارنا العجل الذي منع أبو حيدر جحا ببناية الجدر الساند لحماية على بيته، والآن نكع الجدر الساند واستشهدوا ثلاثة من جهالة. الميليشيات الحوثية أصبحت أشهر منار على علم بحرفيتها بالبسط والسرقة والنهب، فكل ما تفعله ليس له مبرر، فبسطها على السلطة ومقدرات الدولة والمساعدات القادمة للشعب جعلها على الأغلب تعتقد بأن الشعب أيضا وما يملك ملك حر من أملاكها تفعل به ما تشاء، وما عليه سوى السكوت واتباع أوامر ذلك السيد المختبئ حتى هذه اللحظة خلف الكهوف.